وفي هذا السياق قام معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبد الله ال آه خليفه رئيس المجلس الاعلى للصحه، رئيس الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا وبحضور سعاده الاستاذه فائقه بنت سعيد الصالح وزيره الصحه، قام بزياره ميدانيه تفقديه الى حلبه البحرين الدوليه للوقوف على جاهزيه الفريق الطبي وذلك في اطار الاستعدادات الطبيه القائمه لاستضافه سباق جائزه البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا 1 والتي ستنطلق غدا